السلام عليكم. Je me présente Alouach Chihaj, inspecteur en chef des forêts, le chef service de la gestion au niveau de la conservation des forêts d'Intimotion. Alhamdulillah, اليوم كانت فرصة ونلتقينا مع إطارات من جامعة Intimotion. الهدف من الملتقى هذا اليوم أننا نسطرو برنامج عمل مشترك ما بيننا احنا كإدارة وما بين الجامعة كمركز بحث علمي. للبرنامج هذا اللي حنسطروه ان شاء الله نخدمه بالشراكة معهم عن طريق طلبة اللي راح يكونوا ان شاء الله متأطرين من طرف مصالح تاعنا ومن طرف مصالح الجامعة باش يخدموا على مواضيع اللي راح تستغل مستقبلا ان شاء الله من اجل حماية وتطوير الثروة الغابية على مستوى ولاية Intimotion. راح نستغلوا الفرصة هذه أيضا من أجل تطوير العلاقة ما بيننا وما بين مختلف الأساتذة اللي ينشطوا في المجال هذا، ينشطوا في مجال البحث في المجال الغابي. راح إن شاء الله ثاني كذلك نغتنم فرصة باش نحضروا الاتفاقية مشتركة ما بيننا باش يكون هناك إطار قانوني للعملية هذه. اتفاقية إن شاء الله راح نمضوها بإذن الله يوم 21 مارس اللي هو اليوم الدولي للغابات، وإن شاء الله نتمنى برك الأشغال هذه اللي راح نقوم بها على مستوى الجامعة ولا حتى على مستوى إدارة الغابات تكون ثمار تاعها تعم على الجميع إن شاء الله وتعم على صالح البلاد والصالح العام بإذن الله. وشكرا.